جميل جدا، انت بنفسك بتقولي انك اتعاملتي مع زوج مبيض قبل العمليه كان 2 وبعد العمليه بقى 3 و3، معنى كده ان ايه؟ ان يكون في جزء من المبيض ما كانش بيشتغل، ولما اتشالت منه الاكياس الدمويه اتحسن. هو انا بس اللي شد انتباهي لما انت بتقولي شلت الاكياس الدمويه وتم كيهم. ما بنحبش ان احنا ناكل المبيضين اثناء الشغل عشان ما اثرش، لكن الحمد لله ما اثرش. خليكي ماشيه 2 3 شهور وان شاء الله يحصل حمل، لو ما حصلش حمل تابعينا واحنا ان شاء الله نساعدك ان شاء الله على ان يحصل حمل.